السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهاردة كده عايزة اقول لكم على معلومة مهمة قوي بالنسبة للغسالة الفوق اوتوماتيك. فعايزة نبدأ مع بعض كده، هقول لكم ان شاء الله. يا ترى الغسالة الفوق اوتوماتيك فعلا زي ما بنسمع ان هي ما بتنضفش ولا ايه؟ طبعا يا جماعة، اي غسالة فوق اوتوماتيك بتختلف اختلاف جذري عن الغسالات القديمة اللي احنا كنا بنتعامل بيها زمان، يعني اللي كانت القديمة خالص اللي هي الهاب اوتوماتيك، اللي هي مش الهاب اوتوماتيك، اللي هي الهاب العادية، اللي هي كانت المروحة بتاعتها بتبقى شديدة لدرجة ان هي ممكن كانت تبوظ الهدوم، اللي هي عبارة عن الحلة كده الكبيرة اللي هي بتحط فيها الهدوم من فوق وتفضل المروحة بتاعتها بتبقى جديدة بطريقة رهيبة، لدرجة فعلا الهدوم فيها كانت بتنضف بدرجة جميلة جدا، خاصة الهدوم البيضة كنتوا بتلاحظوها قوي في الغسالات اللي هي العادية خالص، اللي هي الغسالات القديمة. طب النهاردة بقى في الإشاعات اللي بدأت تظهر وظاهرة من زمان، يعني ان الغسالة الفوق اوتوماتيك دي ما بتنضفش فعلا، يا ترى الكلام ده صح ولا مش صح؟ النهاردة الفيديو ده جاي لكم عشان يقول لكم ايه حقيقة الغسالة بتغسل صح ولا لا. بصوا يا جماعة، اول حاجة لازم نعرف ان الغسالة الفوق اوتوماتيك بتختلف خالص عن الغسالة العادية اللي هي كانت بنعصر وبنطلع الهدوم نحطها فم واتنين وتلاتة، وكانت الهدوم بتتغسل فعلا وكانت بتبقى نظيفة بس كانت متعبة، يعني انت كنت تطلعي الهدوم تعصريها وبعد كده تدخليها فم تاني وكانت بتبقى غلبة قوي قوي. ديت على ما بفتكر ان هي كانت عند والدتنا وجدتنا والكلام ده. بدأت تظهر غسالات اللي هي الجديدة اللي هي الفوق اوتوماتيك او الهاف اوتوماتيك، اللي هي بتبقى ببابين، واللي هي البابها الامامي اللي هي الاوتوماتيك الكاملة اللي بيبقى الباب بتاعها من في الوش ده. طبعا الغسالات اللي هي اللي انا كانت على فكرة عندي الغسالة الاوتوماتيك الكاملة اللي هي الباب بتاعها من قدام، وفعلا انا لاحظت وعن تجربة ان الغسالة الفوق اوتوماتيك دي بتنظف احسن من الغسالة الاوتوماتيك اللي هي الباب بتاعها من الوش اللي من قدام. طب في سبب وفي حاجة بقى لازم نعرفها، ايه هي؟ بصوا يا جماعة، الغسالة الفوق اوتوماتيك بتنظف ولا لا؟ بتنظف، وبتنظف كويس قوي قوي قوي. ليه بقى؟ لما كانش ما كانتش شركات كبيره وشركات عالميه زي سامسونج وشارب وتوشيبا وال جي والشركات الكبيره ديت، لو هي فعلا ما بتنضفش كانوش انتجوا الغسالات اللي هي الفوق اوتوماتيك او الاوتوماتيك الكامله. عامه الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك بتيجي على برنامج معين في الغسل، في الغسيل، يعني بتيجي بتكون متحددة اول ما بتيجي بتشغليها بتكون متحددة على برنامج محدد اللي هي فترة الغسيل، اللي هي فترة الغسيل والعصر والشطف، بتبقى غالبا 15 دقيقة 16 دقيقة، بتبقى فترة قليلة. حتى كمان بتلاحظي ان لما بتيجي تشغلي الغسالة بتحس ان المروحة ما بتلفش، يعني حتى بتلاقي الهدوم بتتمرجح، يعني الهدوم جوه الغسالة اصلا بتلاقيها عمالة تتمرجح ما بتتحركش. وغير ان هي كمان بتلاحظيها كده، بس هي على الرغم من كده بتغسل كويس قوي. وكمان المسحوق بتاع الغسالة اللي هي الفوق اوتوماتيك احنا بنقول ايه بقى؟ ان هو بيبقى اوفر واحسن من الغسالة الاوتوماتيك اللي هي الاوتوماتيك الكاملة، على الرغم ان انت بتستعملي اي مسحوق في الغسالة الفوق اوتوماتيك دي، انت بتستعملي اي مسحوق. بس بقى في سببين مهمين ممكن يخلوا لك الغسيل بتاع الغساله اللي فوق اوتوماتيك ده هيطلع يبرق ويبقى زي الفل. ايه هما بقى السببين المهمين اللي ممكن نعملهم، او الحلين الوحيدين اللي ممكن نتعامل بيهم؟ اولا يا جماعه، لو الغساله توشيبا اللي هي الـ 8 كيلو دي عامه بيجي برنامج بتاعها بيبقى 15 دقيقه للغسل، ما بتقدريش تزودي او تتحكمي فيه، فبنعمل ايه بقى؟ ايه الحل بتاعه؟ ان انت بتدوسي على الزرار بتاع التشغيل وهيديكي فترة التشغيل بتاعة الغسل والشطف لحد ما الفترة كلها تخلص بتاعة غسيل الهدوم
اللي انت حطاها جوه الغسالة، انت تعملي ايه بقى قبل ما تيجي تعمليها على غسل بس، ما تعمليهاش على العصر، يعني تيجي عند البرنامج تعمليها على برنامج الغسيل بس، ما تعمليش ولا شطف ولا عصر الهدوم. ليه بقى؟ اول ما هتيجي تغسل هتخلص ال15 دقيقة، خلي بالك تخلص ال15 دقيقة او ال14 دقيقة بتاعتها، وهتروح واقفة، هتقف، فهيكون في ايه بقى، هيكون في الصابون والمية والمسحوق اللي انت خليتيه زي ما هو، والهدوم ما اتعصرتش. هتعملي ايه بقى؟ هتروحي عايدة البرنامج مرة تانية، هتقولي ستارت وتحددي البرنامج. البرنامج بقى هيبقى فيه الغسيل والعصر والشطف مع بعض، هيكرر التجربة دي تاني، فهيتغسل مرتين. في الطريقة دي هيتغسل وهيبقى زي الفل وهيبقى جميل قوي. خلوا بالكم كمان ما تخليش الهدوم كتير قوي، وتخلي الغوامق مع بعضها والفواتح مع بعضها عشان تديكي افضل نتيجة ممكنة للغسيل، وتستعملي مسحوق كويس وبكمية كبيرة. اوعي تفتكري ان انت كده وفرتي، يعني انا دلوقتي استعملت المسحوق العادي في الغسالة الفوق اوتوماتيك، انا كده فرحانة قلت بقى خلاص ده انا بوفر عن الغسالة الاوتوماتيك. لا يا جماعة، الغسالة الفوق اوتوماتيك دي بتستعملي لها مسحوق اضعاف اللي انت بتستعمليه في الغسالة الهاف العادية. يعني انت شوف، انت مثلا بتحطي كمية معينة في الغسالة العادية، لا انت هنا هتضعفيها عشان الهدوم بتاعتك تطلع كويسة وتطلع نظيفة. واهم حاجة خلي الغوامق مع بعضها، الفواتح مع بعضها، عشان تديكي افضل نتيجة ممكنة. طبعا في اللي هو البارد والسخن، في غسالات ممكن ما بيكونش فيها الهيتر، يعني ما بتبقاش غير بارد بس. لو عندك السخن تخلي بالك ان بينظف برضو معظم الهدوم البيضة، يعني تخليه على درجة الهدوم البيضة، وتحطي بقى المسحوق بتاعك على الهدوم، بس تخلي بالك يكون كمية كتيرة. يعني اللي انت وفرتيه في الغسيل الاوتوماتيك هتعوضيه هنا، يعني مفيش حاجة اسمها ان انا وفرت بصراحة، يعني اللي انا وفرته وما جبتش المسحوق الاوتوماتيك هزوده هنا، على الرغم ان انا جايبه مسحوق عادي بيستعمل في كل الغسالات الفوق اوتوماتيك، ما اسمهاش توفير بقى، لاني انا بضاعف الكميه بتاعه المسحوق. انا بعمل ايه بقى بغسالتي دي؟ بروح جايه كده، اول حاجه يا جماعه انا بجيب الهدوم اهو هقلبها، يعني ما اخليش الهدوم مقلوبه، يعني هعدلها انا بعدل الهدوم، وهطلع الغوامق هفصله لوحده والفواتح هخليه لوحده، وهوريكم انا بشغل البرنامج بخليه على فترة كبيرة بحيث ان هو ينضف، يعني بحيث ان يقعد فترة كتيرة في الغسالة وينضف، لانك بتلاحظي ان الغسالة بتتمرجح، المروحة من جوه بتمرجح الهدوم، يعني ما بتشدش جامد زي الغسالات الزمنية. بس لو احنا مشينا كده، زودنا المسحوق، زودنا فترة الغسيل، الهدوم هتطلع زي الفل، والغسالات الفوق اوتوماتيك بتنظف بجد يا جماعة، وانا شايفاها بأمانة، انا ملاحظة ان هي بتنظف احلى من اللي بابها من قدام. واللي ليه رأي تاني يبقى يقول لي برضو، لان انا جربت الغسالة الزمنية ديت فعلا كنت عارفاها ان هي بتنظف فعلا جامد. الغسالة اللي بابها من قدام اللي هي الاوتوماتيك كانتش بتنظف بصراحة كويس، عشان كده انا غيرت وجبت اللي هي الفوق اوتوماتيك دي. انا بقى هغير هقلب بقى الهدوم ديت، يعني هعدلها، وهوريكم بقى انا بحط الهدوم ازاي وكمية المسحوق اللي انا بحطها عشان احصل على افضل نتيجة للهدوم بتاعتنا. اهو بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا فصلت بقى الهدوم الغامقة اللي هي الغوامق دي كلها كده غوامق، والهدوم الفاتحة سواء فوط بقى بيجامات ملايات، كل ده ما بيتغسلش مع الهدوم اللي هي الغوامق دي اهو، يعني ده كله كده غوامق خلاص كده، انا هحطهم بقى في الغسالة. الحاجات الغامقة كلها، وانا بعدل الهدوم بصراحة، يعني انا ما بخليهاش مقلوبة، يعني بصوا بعدلها بخليها على عدلتها اهو كده، خلاص كده كمية كويسة. او خلوا بالكم بقى ان الحتة دي انت ما بتزوديش عن هنا، يعني بص انت ما بتزوديش عن الجزئية، طبعا كلكم ما شاء الله خبرة واكيد فاهمين وعارفين، بس انا قلت اعمل الفيديو دوت عشان اكد ان معلومة ان الغسالة الفوق اوتوماتيك بتنظف. طبعا انا بستعمل الاريال يا جماعة اهو، بحط كمية كتير بصراحة من المسحوق اهو، عشان كده انا ما بوفرش في المسحوق خالص،
بجيب بأمانة والله بال3 كراتين ما بتكفيش الشهر، اللي هو الأكياس اللي هي الكيلو، الأكياس اللي هي الكيلو، الكرتونة بمية وحوالي 99، 110 اللي هي دي، الكيلو بيبقى أحسن بكتير وريحتها حلوة اللي هي باللافندرا دي. اهو بصوا بقى كده، انا حطيت الغسيل اهو بتاعي، وحطيت مسحوق كمية المسحوق عشان الهدوم تنضف معايا. بعمل كده، بجيب عند زرار الباور، بجيب الاول نسبة المية، لازم تركزي لانك انت بصي لو شغلتي كده على طول في اي غسالة اهي بتشغل، بس مفيش هنا كمية المية، لا انا بعمل كده الاول، بوقف باجي هنا عند مستوى المية، لازم اخلي اهي بص لازم هنعيد تاني. بص اول حاجة بنحدد مستوى المية، لو انت عايزاه سخن بارد طبعا في طريقة، بص بنعمل كده هنا الشرط دي، انا بزود كمية المية دايما بخليها عند اعلى حاجة كمية المية بتاعتنا. باجي بقى عند البرنامج اهو هنا كده تلقائيا اللي هي 47، يعني الفترة 47 غسيل الهدوم دي هتاخد فترة 47 دقيقة. لو انا عايزة بقى ازودها، لو انا عايزة ازود الفترة بتاعتها، فانا عايزة ازود الفترة دي، باجي عند كلمة غسيل اهي، بص هي كانت 47 دقيقة، باجي هنا بقى كلمة غسيل اللي هي الفترة بتاعت الوش، بعمل كده كده بقت خدت، بص الفترة هتبقى قد ايه، هتاخد 16 مرة غسيل، 16 دقيقة غسيل، وبعد كده الفترة دي كلها بقى بتحدد على حسب ايه، كم غسل، كم عصرة، لا دي العصر ودي الشطف، هتاخد 2 شطف، دي كده 16، يعني 16 غسيل، 2 شطف، 4 4 ايه عصر. تيجي عندي كلمة عصر، انا عايزة ازود العصر مش عايزة اخليه 4، عايزة ازوده اهو، هخليه مثلا على 7، عايزة اعمله على 7 عصر. دي الغسيل اللي هي، لا الشطف اللي هي بنشطف الهدوم كم مرة، 2، لا مثلا انا عايزاها مثلا 4 مرات، تشطف الهدوم 4 مرات، وديت 16 لو انت عايزة بقى، هي كده اقصى حاجة على فكرة. هنبدأ بقى، خلاص كده انا ظبطت البرنامج بتاعتي، والبرامج هنا طبعا على حسب الهدوم هنا بتحدديها، بس انا شايفة الاوريجينال اللي هي الطبيعي ديت عادية خالص، اللي هي الملابس العادية، عشان ما ندخلش في برامج بقى اللي هي السخن والصوف والكلام ده كله. وببدأ كده خلاص، بتبدأ بقى الغسالة تسحب المية بقى بتاعتنا وتملى، بتملاها طالما انا حاطة هنا عند علامة ملية الهدوم، بتوصل للآخر كده وبتملى بقى الهدوم خلاص، بتملى الغسالة مية وبتغسل الهدوم وبتبقى زي الفل. وفعلا الغسالة الفوق اوتوماتيك يا جماعة، بتنضف وتنضفها زي الفل ان شاء الله. وكده خلصنا الفيديو النهاردة، ويا رب يكون عجبكم او استفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. لو عجبكم ما تنسوناش في لايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد. مع السلامة.